السلام عليكم ورحمة الله. اليوم تحت الطلب ديال العديد من الإخوان وأخيرا غادي نزورو محبوب الجماهير الحي الحسن. هذا الحي اللي كل شيء كيسول عليه وأكثر حي مطلوب للكراء والسكن. كنظن السبب اللي خلى الناس تبحث وتفضل السكن في هذا الحي حيت جا وسط المدينة وما بين حي السلام وحي نهضة الجسمعين وحي واد شياغ وكذلك الحي الشعبي الوكالة. ومن بعد ما زرت هذا الحي اكتشفت بالله هو حي هادئ وكل شيء داير في راسو ومطرق بابو كيفما كنقولوا. وهذا الشيء مطلوب في هذا الوقت اللي كثرت فيه الحظيه ودخول في شبقات الناس. ومن الحوايج اللي ما عجبونيش في هذا الحي هو مكترين من الضودانات وكيفما كنسميهم انا صور الصين العظيم، واللي عنده طوموبيل ولا موتور غادي يعاني شويه مع هذا الحي. هذا الشيء بصراحه ماشي قانوني وكيعرض الناس للخطر، وكرأي شخصي كاينه واحد شويه الانانيه حيت مقابل انك تامن الحي ديالك كتعرض الناس والسيارات للهلاك. حنا كنتفهموا بالله كاينين شي براش اللي كيستعرضوا العضلات ديالهم في السرعه، ولكن شنو ذنب هذاك اللي ممكن تخرج لي على سيارته وممكن حتى شي حادثه الى قدر الله. ما تنساوش الاخوان تعطوني رايكم في التعليقات واش عندي الحق ولا العكس، وكذلك ضروري الاخوان تدعموني بجيم وتابونوا في القناه. راك ما غتخسر والو لكن راك غادي تشجعني باش نزيدو نستمروا نهضروا في مواضيع كتهم المدينه. وعلى بركة الله.